Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafidatul Qur'ani dari kelas 11 program Tahfidz MA Unggulan Nuris Jember akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat 15-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana 'ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan beri masukan di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.